يوجد في الأيام الأخيرة كثير من النساء تأتي بكاميرا التصوير لتلتقط صور لمن بالحرم سواء من قاعة الحرم أو من الدور الأعلى، فما حكم ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وصفهم بأنهم أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين. فلا يجوز لا للمرأة ولا للرجل التصوير في الحرم، والحرم أشد لأن السيئة في الحرم تغلظ والعياذ بالله. لا يجوز التصوير مطلقا في جميع الأرض، ما يجوز التصوير، وفي الحرم أشد لأن السيئة فيه تغلظ أشد من غيرها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان النية، نية الظلم يعاقب عليها، فكيف إذا فعل ونفذ؟ فلا يجوز هذا. فعلى من تفعل هذا أو يفعل هذا من الرجال أو النساء أن يتوب إلى الله وأن يترك التصوير وأن يمزق الصور التي عنده، ويتلف الآلة، آلة التصوير هذه يتلفها، لأنها آلة محرمة لا يجوز استصحابها